صباح الخير أحبابي، أحلى متابعين. أنا اليوم كتير مبسوطة لأني بدي أقدم لكم هذا الفيديو، لأني استمتعت جدا بشغله، وهو من الوصفات الرائعة من عالم العصائر. يعني عصير التوت شيء طيب كتير ولذيذ كتير، وبدي لكم كيفية تخزينه لحتى تخبوه بقناني لمدة طويلة. وهلأ موسم التوت، هلا وجوده قليل بس اللي بيبرم وبيفتش بيلاقي. هلا انا اشتريت من البائع يعني خبالي مية التوت، كل ما بي هو بيقطف توت بده ينزل معهم بقلب السطل، بده ترقد مي من التوت لما هو بيقطفه من الشجر، فهو صمد لي هيدي المي وباعني اياها. هيك سهل علي، بس اذا انتم منكم مأمنين هيك شيء تشتروا حبوب التوت، هيدا التوت الشامي الحامض، تشتروا الحبوب وبتعصروها بالبلندر أو بمحضرة الطعام أو بالمعصرة اليدوية لحد ما تنزل كل ميته، وبعدين بتصفوهم. هلا كتير انتبهوا انتوا عم تشتغلوا بالتوت، تلبسوا تياب مستغنيين عنا لحتى ممكن انكم تعوموا حالكم، أو أكيد إلا ما نتفي الطرد شو شمال يمين. يعني هلا انا صفيتهم اول شي من حبوب التوت اللي كان تارك لي بقلبهم شوية حبوب، وعم برجع صفيهم بالمصفية الناعمة. ما لازم نخلي فيهم شي ابدا ابدا، يعني نصفيهم مظبوط لحد ما يبقى يعني ما يبقى ولا بذرة ولا اي شي بقلبهم لحتى نحافظ عليهم. اذا ما صفيناهم مظبوط بصيروا بيخربوا بعدين. وهلا انا بدي اضيف لهم سكر واغليهم على النار لحتى يضاينوا واحافظ عليهم لوقت طويل. انا محضره جايبه كيس 5 كيلو سكر، بس اكيد ما راح احطهم كلهم. هو انا شاريه تقريبا 4 كيلو من مية التوت، والباقي حوالي نص كيلو حبات التوت، يعني 4 كيلو بدنا نقول. انا لحطت لهم 3.5 كيلو من السكر. يعني انا عم حطهم من دون تعيير، بالنظر بين علي بالكيس قديش لازم خلي بقلب الكيس. انا حسب نظريتي 3.5 كيلو حطيت، فيكم تحطوا 4، فيكم تحطوا 4.5، فيكم تحطوا 3 كيلو، حسب ذوقكم مثل ما انتم بتحبوا. في ناس بتحبوا حلو كتير، في ناس اقل، يعني انا عملته معتدل يعني وسط. هلا في ناس كتير كل كيلو توت بتحط له كليان سكر، بس انا ما بحبذ. هلا لما انغليت مية التوت على النار، العصير التوت لما بلش يغلي بده يطلع هيدي الرغوة اللي عم تشوفوها. انا صرت شيلها وحطها بقلب كاسة كبيرة وبيطلع كتير، يعني كل شوي بيطلع. انتبهوا ما تقووا النار او تكون الطنجرة غميقة اكتر حتى ما يطف معكم لبرا، يعني يكون النار مثل ما شايفين عم يقلب التوت بس من دون ما يعلب. وانا بشيل هيدي الرغوه، بس لما بجمعهم بالوعاء الرغوه، انتبهوا بترجوا بتشيلوا بالملعقه الوج تبعيت الرغوه، بتلاقوا كمان مرقد من تحت كمان من ميه التوت، يعني بيطلع معكم كميه منيحه. فضيعانهم ما تكبوهم، ارجعوا شيلوا عن وج الغرض الرغو، يعني عن وج الكاسه الرغوه بملعقه، وارجعوا استعملوا ميه التوت اللي من تحت. هلا دليت وقت منيح، يعني انا عم شيل هيدي الرغوه، بس المنظر رائع، الريحه بتجنن، ما شاء الله ما شاء الله، شي بياخد العقل. وما تنسوا هيدي الفترة في توت بعدين بيختفي دغري، يعني هو بيكون بالأسواق لمدة كتير قصيرة، وممكن ما تلاقوه منتشر، بدكم تسألوا وين فيه والمصدر وتوصوا ليشيلوا لكم اياهم.
هلا اخر اخر شيء بتصير الرغوه بتسمك كتير، يعني بتصير بتنشال معنا بسهوله اسا اكتر. لما ما بيعود بيطلع رغوه ابدا ابدا، بنحركهم وبنتركهم يغلوا شوي، وبنحط لهم عصره حامض، يعني نص حامضه او حامضه كامله صغيره ما بيأثر، نعصرها وبنحطهم. في ناس بيحطوا نص ملعقة ملح الليمون، أنا بفضل إني أحط حامض، عصير الحامض، بس ما تكتروا كتير، يعني بالكتير حامضة واحدة حطوه. وتركتهم عم يغلوا، يعني بعد ما بطلوا يعطوا رغوة تركتهم عم يغلوا فوق النص ساعة. أنا بحبه هيك شوي يسمك، يعني إنه يكون شوي تقيل يعني، بس انا هيك بحب شوفه مثل دبس الرمان تقريبا، يعني المريق، كيف دبس الرمان المريق بحب شوف عصير التوت. ملاحظين كيف الرغوة بلشت تسمك على الطرف؟ ما شاء الله ما شاء الله. كان الحمد لله رب العالمين، انا توفقت كتير فيهم وطلعت طعمتهم رائعة جدا. واذا قادرين توصلوا تشتروا توت في ببلدكم، يعني من هيدا التوت، انا بنصحكم تحضروه بالبيت، لانه انتوا اذا بدكم تشتروه جاهز من السوق ما حتلاقوا هالطعمه ابدا، ما حدا ابدا ببيع من هالطعمه. هلا بعدين تاني يوم بيكونوا بردوا تمام، يعني انا بكون متاكده انهم باردين، بصير بعبيهم بقناني نظيفة كتير وناشفة ما فيها أي نقطة مي أبدا أبدا. وأنا عبيتهم بالإزاز وبهيدي القنينة البلاستيك، هيدي خصوصي، هيدي مثل الإزاز يعني مرتبة كتير، هيدي خصوصي لهيك أشياء ما يعني بتحافظ عليهم كمان مثل الإزاز. عبيتهم، ولما بدنا نعمل كوب من العصير فينا نحط تلت الكباية من هيدا العصير والباقي مي باردة. وفيكم إذا بتحبوه تقيل كتير تحطوا نصه، وفيكم تحطوا ربعه، يعني انتو وذوقكم مثل ما بتحبوا وحسب كيف بتحبوا الحلاوة تبعيته بتحطوا السكر. بس أنا قلت لكم كيف عملت طريقتي وطلعت كتير طيبة. واهم شيء بهالشوبات تحطوا مكعبات الثلج بالكبايات، شيء رائع جدا، يعني بيطلع طعمه رائعه جدا. الحمد لله رب العالمين. اكتبوا لي اذا في عندكم ببلدكم من هيدا التوت، نحن عنا بلبنان هيدا اسمه التوت الشامي، واكيد موجود بسوريا وما بعرف، انا ما بعرف غير انه عنا وبسوريا، بس ما بعرف اذا موجود بغير بلدان. شو اكتبوا لي اذا بتقدروا تحصلوا عليه. انا مرة اشتريت من السوبر ماركت مفرز وعملت منه بوزة، بس ما طلع بهالطعمة ابدا، كان ميل للحلاوة يعني. هلا اجوا جيراني لعندي ودغري عملت لهم 3 كبايات من عصير التوت بهالطريقة. اول شي حطيت مكعبات الثلج وحطيت عصير التوت المكثف، حطيت 3 كباية تقريبا. ولازم نضيف لهم مي باردة، أكيد ما بنعبي الكباية على الآخر، إذا بدنا نعبيها بدنا نكتر أكتر يعني نصير. وبنحاول قد ما فينا إنه نحركهم يدوب منيح المزيج، هو إذا دوبناهم قبل ما نحط التلج أسهل، بس أنا هيك حبيت أعمل سبحان الله. حتى حسيت يعني ما داب على الآخر الآخر، بس بيرجع بيدوب لحاله. وهدول حبات التوت ضيفتهم منهم، بيتاكلوا بالشوكة كتير 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 لذيذين. وألف صحة وهنا. وبنصحكم بنصحكم إذا إيدكم طايلة حبات التوت عندكم ببلدكم، ما يعني أبدا ما تتخاذلوا واعملوا عصير التوت بالبيت، وكتير سهل وهين. وألف صحة وهنا.